عسلامة. عسلامة. قد من نروح؟ ريان البجاوي من مزب ورقيبة، عمري 18 سنة. ريان شنو تعمل في حياتك اليوم؟ والله مزدت قصيت على القراية وقيت في صنعاء. شنو صنعاء؟ مانتونونس اندستريال. وعلاش اخترت انك تقيت في صنعاء؟ والله خاطر بجيت نشوف القراية ما عندها وين توصل، شنو نخش الطباق ومن بعد باش نكمل نقرا في الجامعة، الوضعية ما تساعدش. فهمت كيف؟ يعني نولي نعمل دبلوم ونخرج نعمل على روحي، نخدم على روحي. ريان انت كيف ما برشا شباب في تونس اليوم تخمم انك تضمن مستقبلك من خلال انك تسافر لبرا؟ يا سي ديجا انا خممت فيها وخرجت ورجعوني. كيفاش خرج؟ خارجين في البحر في الليل، شدتنا السكادره رجعت. انا حاولت تحرق انت وقتاش هذا؟ احكي لي تفاصيل. الصيف اللي فيها جينا خارجين، اقتصادنا ربي، دفعنا كل واحد فلوسنا 4 ملايين، خرجنا في البحر شدتنا السكادر روحوا بين. ما وانتي تعرف تعومه؟ نعرف نعوم. ما خفتش؟ خفتش اخي، الوضع ما يساعدش. تو شنو انا خارج معناها من الفقر، معناها يا باش نموت يا باش نوصل ونعمل اللي في مخي. والاربع ملايين اللي دفعتهم قداش دفعت؟ شكون جابهم لك بيتو؟ خدمت على روحي، خدمت كما نقولوا في هذا، دبرت راسي نخدم في السوق مع الخضره مع اي حاجه. لميتهم بالفرنك؟ لميتهم واحدة واحدة وخلطت وصلت مشيت مع الوليد. كيفاش لقيت الخيط متاع انك تحرق هذي؟ ولا ما كنت عارف، يا الحديث يتجبد في القهوة ويتحكيه هيك هاو. طب من حاجة لحاجة من حاجة لحاجة للي وصلت لقيت الخيط. في شنو وقت اخوتي في سكادة حرقته كيكا؟ يدي حرقنا في فلوك موتور فلوكا موتور معنا زيدش من واحد؟ أربعة من الناس. أحكي لي على شنو تشديت وقتاش كيفاش بالضبط فني بلاصة خارجين خويا ما مزلنا ما فتنياش المياه الإقليمية وشدتنا السكاتر هيك رجعونا تونس. شنو حسيت وقت اللي فاخوا بيكم شدوا؟ خايبة أمل. شنو حسيت؟ الواحد بالرسمي زاد واحد دفع 4 ملايين يعلم به ربي منين جيابهم، من بعد في الآخر يجي يخسر عليك يرجعك. أخوي كي أنت ما وفرت ليش عيشة باش ننقى روحي في المجتمع ونوصل ونعمل في راسي، ماك سايبني أخوي خل نخرج خل نمشي نشوف حياتي لبرا بالك شي تزهر معايا، عليها ترجع فيا حرام؟ أنا ندفع فلوسي في الآخر يجي هو يخسر علي، كان هاي يهز روحك يهزني أخوي نتوقف أنا نهارين ونقول لي بنروح. ما زاد ما تجيش. كي تشديتوا ليلتها شنو صار بالضبط احكي لي؟ وصاحبي معايا كما نقولوا فات شدينا خارجين نحن في الليل، حكيت ما ساعتين ما ثلاثة هكاك الموتور يمشي جوا بيا خلطت علينا السكاد هيك وشدونا ركبوكم يرجعونا. شنو الاجراءات اللي صارت معاكم وقتها؟ صار معنا شيء هيك وزنا المركز كل واحد، بقينا هكاك بقينا ليلتين هكاك ومن بعد روحنا. باهي في هذا الكل وعائلتك وينهم؟ سمعوا بيك ولا ما سمعوش؟ باز اخي مالك كيف روحت يعني. شنو؟ قبل ما يسمعوا بيك في المركز هما في بالهم ولا في بالهم؟ اش احكي لي التفاصيل. ما في بالهم، خرجت ورجعت ما قلت لحد، ما في بالها باي حد، في السترة خليت كان كعبتين صحابي في بير. قلت لاصحابك هم كلا؟ خويا مازال ما تتفجع كيفاش نقول لها انا باش نخرج وهي ماهيش راضي علي. خويا مازال انا تنجم تصير لي كارثه، كان كي نوصل خويا وكان فرحها فرد مره كاو. كان صاحبك معاك هذايا؟ يا هذايا وفما واحد اخر ولد حومت. عمركم بمعدل قداش؟ ما نعرفوش. عمركم بمعدل قداش؟ زوز عمرنا 18 فرد جينيراسيون فرد عام. شنو يخليك اليوم تخمم في الحرق؟ الوضع ما يساعدش اخي. تو زاد انا نبدا ندور على روحي مثال يشدني عوني هنتلني ولا حكايه على بطاقه تعريف ولا على موضوع فارغ ولا حتى يتلكش عليك وما فما حتى شيء زاد، حتى تدور مثال في بلاصه ما عندكش الحق تدور زاد. شنو اخي زاد هو لا يحب يخليك تعيش لا في الدنيا لا في لا حتى لا في الواقع لا في بلاصه يعني باش تدور باش تعمل قهوه، موضوع حبسك بطاقه تعريف منين كذا كذا يعني موضوع زايد يعملوا فيه الشباب حطموا حتى باش تخدم باش تنطر فرنك مصروفك كذا تنقص على داركم ما فماش تمشي ما فماش. انت مازلت تقرا اليوم؟ نعمل انا في صنعاء. في صنعاء؟ اي نوفو ديزيماني وبطلت نعمل في صنعاء. ان شاء الله ربي سهل علي يا ربي ونقلب من هنا، ما سهلش علي يا ربي يعني من هنا. انتم اليوم منين جيتوا؟ زوز من زرت بورقيبه. منزل بورقيبه احلى منزل بورقيبه. فاش جيتوا تلوجوا لهنا؟
ولا انا نقرا وهو اليوم هبط باش يرسم في الفورماسيون في الورديه يقرا. وانت كنت معاه نهار الحرقه؟ اي كنت معاه. كيفاش لميت الفلوس؟ والله نكذبش عليك من هنا من غادي كي تليفون تليفوني بعتو ونطرت اموري وقصدنا ربي ما ماهيش كيات. قداش دفعت؟ 3.5 سنة. علاش انت قاعد 3500؟ خاطرني انا مخسور وهم يعني هي يلزمها تخرج يعني في الايام هذيك. يا اخي دوروا لي يرحم والدي صاحبي. هيك خرجنا من هنا ما فماش نص ساعه من بوا ساعه. نقولوا احنا موقفين. وقتاش خرجتوا؟ نص الليل ونص. نص الليل ونص هكاك. منين خرجت؟ من بنزرت. ترجيها هو اللي عاد هكا يا ما تحبش نحكيو في التفاصيل هذيك ما نحكيوش. وانت خرجت بأربع ملايين. انت من الأربع ملايين منين جبتهم؟ بدي تقسمهم لي بالتفصيل منين جبتهم؟ قلت لك خدمت اخي انا عديت بريود بيها يا زاد ملي قصيت من الدوزيام اني قعدت نخدم ونجمل ونشوف في اموري. مخك حاجه برك انك تلم حق. اني نخرج صيام ما عادش مهون على روحي حتى حق قهوه ولا حق باش نمشي نقعد وليت نصر نخمم كان باش نخرج. فهمت كيف هي؟ معناها ما عادش نخمم في حد شيء. الشعبيه اش عاملين واش عاملين؟ انت هم الناس اللي واصلين في البلاد هم اللي يدخلوا في الافسياد ويعملوا في كذا وفي كذا وفي كذا. كبشينا معنا نحن شباب صغار تلقاه هو باباه ما نعرفش انا في فيش يخدم ولا ما نعرفش شنيا ويمشي يبيع ويعملهم الكل وكذا وما يتحكموش الدوله خاطر باباه سفنيان ونحن نمشوا في العفس. يجي لهنا في الحوم الشعبيه انت قاعد في حومتك يجي لهنا بطاقة تعريفة كذا انت تعمل كذا ما هكا ما فهم شيء. كيف في الستاديات يعملون اللي يدخلوا انسانت يبدو يعني ما نعرفش انا تابعين ندري شنيا ونحن يبدو فقراء في اللحوم الشعبيه نجوا يهنت لك بطاقه تعريف انت منين انت كذا انت كذا اش بك لبسه كاي اش بك محجه مكايه انت منين انت مثال من حومه كاي شعبيه شوي ولا سمع عليها شوي اخبار يبدا ماخذ فكره على البلاصه هذيك ككل يجمع العبيد يعرضوكم ديما يسالوكم اش تعمل لنا اي ديما انا اخي بيناتي انا وياك بطاقه تعريف ما عندكش الحق تحاسبني على حكايه اخرى راه الحومه نبدو بقينا كيف بلاصه يعني عمومي يجي اش تعمل يطرشق الباب يعمل لك فيلم باهي قدام العباد تتفرج وكذا يعمل لك فيلم وانت ماك عامل شيء يفركسك ويهنت لك ويعمل لوي بي علاش انت اليوم ما خممتش انك خاطر كوميم كنت تنجم تسافر لفرنسا وايطاليا وغيرها انك كي تتميز في قرايتك علاش ما كبستش روحك وخممت حطيت القرايه في مخك انك كي تتفوق فيها كيما مثل قالوا اللي قراوا ماتوا واللي ماتوا قراوا عليه طيب باش نقرا انا طفل صاحبي نعرفه والله باك بليس كات وفيش يخدم يخدم في طاي يخرج في 300,000 هاي وين باش توصلني انا القراي عاد نعمل دبلومي انا كان سهل لي ربي خرجت هكا نقصد ربي ما سهل ليش راني بدبلومي ولهنا وراك وهذا كان لقيت خدمه وانت علاش ما كملت قرايتك وعن طريق قرايتك وتميزك في قرايتك تسافر مريت حتى نسيان انا اخويا عم قرا وصل كما تحكي انت وخرج معناها بلا فلوس ولا بلا معارف البلاد هذيا بالمعارف فما ناس تفوقت وقريتها وسافرت وتحالت لها لفاق عندك عندك فلوس انا في لونتوراج اللي داير بيا انا اخويا ما ريتهاش العباد هذه ريتها كان خويا او عندك معارف ولد سي فلان ولد سي فلان ولد كذا وعندك واش عندك في جيبك اخي انا عندي 40 مليون باش نمشي نحطهم خويا انا في السفاره باش نمشي نشوف كونتراتو ولا نمشي نشري كونتراتو في النوار بالغليه ماني نمشي نحل بهم مشروع انا لن يجيب لي كل يوم فلوس وكان نحل القهوه ولا موضوع ولا انا حتى نستثمرهم ولا نحطهم في اي حكايه عليا نمشي نحطهم انا باش نخرج بهم ونشوف قداش نعاود نلمدهم يما تولي حكايه زياده في تونس عندك حاجتين باش توصل فلوس ولا عندك شكون باش تحل حانوت واو باش يجوك يمرجوك على ما نعرفش بيتين دا كذا اي حاجه اي حاجه باش تعملها راك لهنا راهم باش يمرجوك مش نورمال يلزمك فلوس ويلزمك عندك شكون باش ما يدور بيك حد يا اخي وحنا ما عندناش شنو نعم يلزوا فيك باش تعمل الحاجه هذيك باش تسرق وباش تعمل وباش تعمل وباش تعمل وحنا الوي احنا ما نحبوش نحبوا بالحلال نكونوا ونفرحوا ديارنا ونعملوا لي عاملينه لي اكبر منا تحبوا تعيشوا كي شباب الاخرين شباب الكل يا اخي انا ما نحبش انا نطلع اموري مريقله بالوراق نحب خويا اماليه تمشي الفيزا تصب وراق يقول لك شبيك لابس هكايه شبيك هكا لي يلزم عندك شكون ولا عندك فلوس تدفع هي ما عندكش شكل هنا مازال عندكم مازال عندكم امل في المستقبل في تونس خويا تونس ما عادش فيها امل سيئة ماتت تونس ما عادش ب
تونس ليه؟ تونس ما كتري في شيء خويا، العباد بطالة ما فماش لا خدم لا حتى شيء، شنو زاد تري في المستقبل اللي يشدوا في الكريسي كهو خويا. زاد ندخل للبوست ولا الموضوع، نلقى واحد عمره 80 سنة يخدم ولا قديه مازال ساق في القبر وساق البر، ما هو زاد انا اخويا نحب نخدم، يخلي لي فرصة لي انا اخويا باش كي نوصل نلقى بلاصة باش نخدم. زاد انا نقرا 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 ومن بعد في الاخر خويا نطلع خضار ولا لا واعلم. الوسيلة الوحيدة اللي خويا مانيش نحقر في الخدم راه، وربي عين اي انسان راه نبرجوا لي راه حالة ما تساعد. زاد انا نقرا اخويا على نيفو، نلقى روحي في نيفو ماهيش محقرانية ولا حاجة، ما تجيش كومية متغيظك. الوسيلة اللي عندنا نتفرهدوا فيها يعني الموجودة في تونس هي استاد تحية الترجي الرياضي التونسي، ويمرجونا عليها وممشي خلو فينا نترفوا على كيفنا نحنا، تمشي كما حكيت لك تمشي تتهنتل أمك تتسب ما نعرفش يعني على أبسط الحاجات تتوقف. نهاركم زين وإن شاء الله يفتحها في وجوه. عايش ديديكاس ديديكاس خوي الحومتي منزل بورقيبة، ديديكاس لمن الله والدربتيتي، وديديكاس لصاحبي معشوق. أحلى سوق العصر وأحلى منزل بورقيبة وأحلى الأزرق وأحلى منزل بورقيبة.